أجي لهنا لأساعد أبويا، أبويا من يشوفني هو يفرح وإحنا نفرح. أما هذا المخبز نسميه بيت العائلة، هذا أساسا ما يأثر علينا لا بدراستنا ولا بأشيائنا، وإحنا يوميا نجي لهنا وعندنا وقت للدراسة والقراية وماكو شيء أي شيء ما يأثر علينا. النشاط لا ينتهي في قاموسهن، يشاركن والدهن ويتقاسمن العمل مع بعضهن. رقية بشطارتها تقطع العجين وتجهزه، أما فاطمة بابتسامتها تبيع الرغيف وتتعامل مع الزبائن وكأنهن خلية نحل في حديقة يملأها الفرح والسرور. احنا الخوات، اختي كبيرة قاعد تشتغل وانا قاعد اقدم شنط واختي قاعد تبيع خبز للناس. احنا الليل قاعد نقرا، قاعد نجي نروح للدوام الصبح ونقرا، فنجي هنا نساعد بابا. الامر كلش طبيعي، انا هنا قاعد اجي اساعد بابا، اشوفه تعبان قاعد اجي اساعده بالعمل. اجي هنا اساعد بابا، كل وحده تتقسم على 3 اشكال، وحده تودي الشنق، وحده تشتري على الخبز، ووحده انا ابيع الخبز. من اطلع من المدرسه اجي اسلم على بابا واشتغل هنا. لم تكن لأبي زينب غايات مادية في إشراك بناته في دوامة العمل بقدر ما يريده من إيصال رسائل إلى بناته الثلاث عن بث روح التعاون والتكاتف في كل الظروف. بديت هذا المخبز هو صغير، في البنات كان يساعدنا لأن بعدنا صغار. الحمد لله والشكر مشت العمل، قامنا هنا يروح الصبح الحمد لله والشكر، طلعن بالليل يقرن والصبح بالدوام، ومن خاصة من الدوام الصبح يجن الظهريات يشوفني يجن يساعدني. انا مو طامع بيه، بس هني اريد ان يعني يتعلمه يشوف الدنيا، باكر عقبه حياته هاي هن عنده مستقبل زين بالدراسه، واصلات ما مقصر وياهين، من قرطاسيه ملابس من دوام، وهن قريبه مدرستين قبال المخبز، بس بيت بعيد انا اوديهن وانا اجيبهن. هن يتاخر هنا الحمد لله والشكر، انا افتخر ببنات عندي عن بنات الحمد لله والشكر. إنه روح الطعم هنا يختلف تماماً، فتضحيات الأب وبراءة الفتيات امتزجن في عجينة الرغيف. هذا ظاهرة أسرية أطرت لوحة الحياة العراقية بكل تفاصيلها. من النجف الأشرف، السجاد الخاقاني، الفرات.